كيف تفهم هذه العلاقة المتوترة بين العالم العربي والولايات المتحدة؟ هي ليست يعني بالعلاقة يعني ليست قديمة في توترها. في الحقيقة لكي نزيد إشكالية للسؤال، العرب كان في داخلهم إعجاب شديد بما يسمى الحلم الأمريكي، The American Dream. وفي مرحلة معينة كانت أمريكا بالنسبة للعرب هي رمز الحرية والرخاء. ولكن عندك حق الآن الصورة مختلفة، التأزم رهيب. أنا لا أشترس المنتج النهائي للعقل العربي بأن أمريكا شيطان كامل، هذا لا أشتريه. أولا لا أشتريه لأني أعرف أمريكا، أعرف مدى هاليز السياسة الأمريكية كأني عشت فيها. أمريكا ليست كيان واحد، أمريكا تركيبة. هناك البيت الأبيض، وزارة الخارجية، مراكز البحوث، مركز الأمن القومي، الجامعات، وهناك الشخصيات السابقة تلعب دور. كيسنجر الآن ليس برا الملعب، في الملعب ولكن من موقع مختلف. أنا درست كثير، درست بمعنى أني نظرت بتعمق في علاقة العرب بأمريكا. في الحقيقة مش علاقة العرب، يعني في إحصائية بتقول أن 78% من الشعب المكسيكي يحب يهاجر أمريكا، وهم أنفسهم بيكرهوا أمريكا. أنا أعرف آلاف الشباب العرب أمنية حياته أن ينتهي مهاجرا إلى الولايات المتحدة، ولكن في حوار آخر يرجع كل عيوب الدنيا لأمريكا. هذه الإشكالية. كيف تفهم هذه الإشكالية؟ هي تسبب خصام في علاقتنا مع الولايات المتحدة وحتى مع الغرب عامة. هناك من يقترح أنه طالما أننا نضع الآخر لازم نحاوره الغرب، فنحن لن ننجح في إثبات ذاتنا، فلنحاور اليابان، يقول هذا البعض، لأنه اليابان لا يعني محايدة بالنسبة لنا. أنا أعتقد أن المسؤولية مشتركة، بمعنى أنا لا يمكن أن أزعم أن أمريكا تفهم العالم الخارجي. أمريكا إذا قورنت حتى كقوة استعمارية وإمبريالية وقوة عظمى تريد أن تحتكر العالم، إذا قورنت ببريطانيا فمستوى فهمها من الناحية الأكاديمية أقل. لماذا؟ لأن تاريخ أمريكا محكوم بالجغرافيا. أنا يعني يعجبني تكرار الأستاذ هيكل في الأحاديث أنك دائما تنظر في الخريطة. في أشياء كثيرة في التاريخ والسياسة تفهم من الخريطة. بص على طريق خريطة أمريكا، 5000 كيلومتر مياه من هذه الجهة، 8000 كيلومتر مياه من الجهة الأخرى. هذه أمنة العزلة. ومين اللي أنهضوا بالعزلة؟ ضرب بيرل هاربر في عام 41. وتشرشل كان زي اللي بيصحي واحد من النوم. اصحى وادخل معي في الحرب. فهو من ناحية منعزل، يعرف القليل، قوى عظمى جديدة فيها بعض الرعونة أو أكثر من بعض الرعونة. ولكن الطرف الآخر أيضا يعرف أقل القليل عن الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك سبب موضوعي أنا الآن، هذا اجتهادي المكتوب، أن لما يكون واحد شاب في أي دولة من دول العالم الثالث حلم حياته أن يهاجر لأمريكا ويكره أمريكا في النقاش السياسي، أعتقد أن الإجابة هي أن مجموعة القيم الداخلية للمجتمع الأمريكي نسبيا من أفضل مجموعات القيم على وجه الأرض. بمعنى أن كل إنسان سيجد قدرا نسبيا من العدالة والفرص المتاحة له أكثر من أي مكان آخر، خاصة الموهوب. إذا هذه المجموعة القيمية الداخلية تجعل الإنسان يحب يعيش في أمريكا. ولكن الإنسان يبحث هل المجموعة القيمية موجودة في السياسة الخارجية، فتصعب الإجابة. يتساءل هل يمكن أن تكون أمريكا الداخلية والخارجية على اتساق بعد أن تعاملت 30 سنة مع رؤساء جمهوريات الموز، المارشالات اللصوص؟ عندما يسأل نفسه كنت مع الشاه تماما ثم تركته، عندما يسأل نفسه أنت استعملت الجهادية الإسلامية لضرب الاتحاد السوفيتي من عام 79 في أفغانستان ثم أدرت ظهرك، إذا مجموعة قيمك الداخلية تختلف عن مجموعة قيمك في سياستك.